جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في كتاب تفسير الأحلام؟ وهل تفاسير الأحلام نصدقها أم تعتبر من الرجم بالغيب؟ جزاكم الله خيرا. هذه الكتب لا يعتمد عليها وليست من مؤلفين موثوقين، فهي إما منسوبة نسبة غير ثابتة الذي ينسب إلى ابن سيرين، هذا غير صحيح، أو أن مؤلفيها مخرفون مثل عبد الغني النابلسي في تعطيل الأنام في تفسير المنام، هذا الرجل معروف أنه مخرف وأنه صوفي ولا يعتمد على كلامه. وعلى كل حال تعبير الرؤيا لا يخل من كتب، وإنما تعبير الرؤيا فراسة يؤتيها الله من يشاء من عباده. نعم.